عودي معكم لمتابعه عالم الصباح لليوم الاثنين 2 اكتوبر تشرين الاول 2017. خفيف نضيف مع كارلا واجوبه على اسئلتكم المباشره، وفيكم تتصلوا طبعا عبر رقم التليفونات اللي قدامكم ورقم الواتساب 03-010-533. ما تتصلوا، ابعتوا سؤال. كارلا، صباح الخير. صباح الخير. هلا انا اكتشفت فيكي شيء جديد اليوم، انه بتقولي برافو للعالم مثلا اذا عاملين شيء منيح، بس دائما عندك من بعدها بس انه لازم تعمل هيك بعد اذا في لزوم. اذا ما في لزوم اكيد لا، بقول برافو بزقف. انت عندك عندك شيء بالحياه بقول nobody is perfect يعني؟ لا لا، في perfection exists. لا بس نقول طبعا perfection. كنا اليوم عم نحكي عن الاختلاف، بالنسبه لك الاختلاف وتقبل الاخر وتقبل اختلاف الاخر قد ايه مهم؟ انا حياتي كلها مبنيه على هالموضوع. لانه بتعرف بحكم عملي وطبعا وجودي مع عدة أنواع واختلافات عند الشخصيات والأشخاص اللي بيشتغل معهم، إذا أنت ما بتعيش لتتقبل الاختلاف بالآخر أفضل يقعد الواحد برات المجتمع. أساس المجتمع هو أنه يتقبل الواحد اختلاف غيره. كتير منيح. كارلا، رح نبلش بأول سؤال وصلنا بانتظار اتصالات المشاهدين. مرحبا، عندي بنوت عمرها 4 سنوات، بعطيها حليب طازة مع بيض بلدي طازة ني، هل هيدا صحي؟ لا لا ابدا لا. اول شيء بذكر انه اذا عم ناخذ حليب طازه كثير منيح، بس لازم نتاكد انه نغلي نفوره، يعني بده يغلي ويضل تقريبا حوالي 5 أو 10 دقائق عم يغلي لحتى نتاكد انه نحن عقمنا، لان دائما الحليب الطازه بيوصل لعنا اوكي كثير منيح، بس ممكن يكون في كثير من الجراثيم، فما بنتناول حليب ني مثل ما بيسموه من عقمه وعن طريق الغلي طبعا. وكثير مهم انه ما ناخذ بيض ني، وخاصه ما نعطي للاطفال، لانه ممكن كمان يكون ملوث بجراثيم. وقت البيضه الدجاجه تبيض البيضه هي وعم تنزل البيضه ممكن تتلوث ب بكتيريا كثيره من الدجاجه ومن البكتيريا، يعني بتفوت من القشره طبعا. ما هي القشره هي منا هي مثل الكلس، والكلس منه مسكر كليا، فكل الاوساخ والجراثيم فيها تدخل من خلال القشره. بيقولوا الكوك الف، شو بيقولوا الكوك الكوك برشت، يعني وقت تاكلوا برشت، وهذا اللي بينسلق شوي ما بينسلق كثير، بيضل مي بيضل مي طبعا. هون عندنا تحفظ، بس هيدا احسن بكثير من ما انه ناكله كليا ني. اهم شيء للاطفال ما نعطي بيض ني ابدا. على كل حال القيمه الغذائيه هي نفسها، ان كان انت سلقته ليته نفس الشيء، مش اذا اكلت البيض ني رح استفيد اكثر او الطفل رح يستفيد اكثر اذا البيض ني. فننتبه البيض مؤخرا قلتي في دراسه قالت انه ما في كوليسترول الصفار. في كوليسترول، في كوليسترول، في كوليسترول بس انما الكوليسترول اللي بالبيض مش هو السبب المباشر لزياده نسبه الكوليسترول بالدم، بس طبعا بنضل عنا ضمن التحفظ، يعني لو عنا نسب عاليه من الكوليسترول بالدم فينا ناكل بيض. قبل كان ممنوع كليا، هلا لا فينا ناكل لو اكلنا 3 بيض مع صفارهم بالاسبوع ما في اي مشكل. نعم، كثير منيح. اتصال من عفوا. صباح الخير. في ريتور، بدي بطلب منك توطي شوي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون اذا ممكن. صباح الخير يا ستنا. بس شو الاسم؟ لالا الاسم مع عايدة. موجود موجود. عم بحكي كارلا، اسالها عن الموني بكيس الطعي. فوتي ولا أهضم، عم تخبر شرتها. انت ما اللي بحطهم بالثلاجه اللي بيعملوا كونسير، بدي اسالها. يلا هلا بوصل لها. اكياس الموني اللي بحطهم بالثلاجه بيعملوا كانسر صح؟ لا، في انواع من الاكياس خاصه للتفريز، وقت ما نستعملهم نشتري هالانواع من الاكياس، يعني بيكون زيبر زيب لوك، وبعدين بيكون مكتوب عليهم خاص للتثليج او كيس خاصه للتثليج. فنستعمل هالانواع من الاكياس لنحطهم بالثلاجه. بس يا ستنا عبالي اعرف مين كنت عم تخبري انك عم تحكي لا وبعدين ما قدرنا نحكي معها على الهواء اذا هي بعدها معنا، بس لا بس
بنوجه لها تحية طبعا كمان ما قالوا لي شو اسمها لسيدة. منقول سهام، لكن سهام كنت معنا على الهواء بس ما رجعت انتبهتي. كل الاشياء البلاستيك حتى انين البلاستيك اللي انين المي كمان بنقول يفضل انه ما تتلج. في كيس خصوصي للتتليج بيكون مكتوب على العلبه وقت نشتريها، فاستعملوها هاي للمونه. هلا طبعا ممكن انه الواحد يستعمل زيز كمان ما في مشكل. نعم. بس بياخذ بس وقت تتلجي وترجع تحطي على النار ما بيروح كل سبب من البلاستيك كذا وهذا ولا لا. بخافي يتحلل يعني يتحلل بيجي بفوت بالمأكولة. صحيح. صباح الخير، اسمي صفاء، طولة 1.70 متر، وزنها 77. راحت عند أخصائية تغذية وصار وزنها 66، زدت 10 كيلو بخمس شهور. بدها تضلها محافظة على وزنها، كيف؟ نسيت تقول لك إنه عمرها 47 وبعد الحين بتغش يعني. هذا الأمر كثير منيح. وهلا عندها 4 كيلو دهون. اوكي. هلا عم بتقول كمان انه بعدها عم بينزل، بعدها عم بينزل وزنها، وكيف فيها تثبت الوزن؟ هو طبعا ما في يساعدها لا صفاء، صفاء هو لا اعرف لا اقدر ساعدك كيف بدك تثبتي وزنك. لازم اعرف انت هلا شو عم تاكلي. بعدين اذا بعدها عم تخسر وزن صفاء يعني نوعا ما الكميه اللي عم تاكلها اقل من ما لازم. فالأربعة كيلو دهون اللي بعد لازم تنزلون بينزلوا، مش ضروري ينزلوا وزن من خلال تخفيف في الأكل بس، بس ممكن أنه نحن نزيد الرياضة فننزل الدهون بنفس الوقت بنشد العضل وهيدا المطلوب أكثر. نعم. فما في لزوم إذا هلأ هي طولة 1.70 متر، إذا نزلت 10 كيلو يعني هلأ وزنها 67 كتير منيح، ما في لزوم تنزل وزن أكثر. بس إذا عندها دهون إذا بالفحص بين أنه عندها 4 كيلو دهون فيها تنزلهم، فيها تنزلهم بس مش بالضرورة أنه أنا نزل 4 كيلو بالشهر، ممكن ينزلوا 4 كيلو بأربعة أشهر. نعم. كيلو دهون بالشهر الواحد، مع العلم أنه ممكن بهالوضع أنه نروحهم بالرياضة من دون ما كتير نقسى حالنا على حالنا بالأكل. وبرجع بقول لك إذا كيف بدها تثبت وزنها ما في يساعدك من دون ما أعرف أنت هلأ شو عم تاكل حتى إلا قديش لازم تاكل. وطبعا تثبيت الوزن هو بنحكي عامة بيكون بالرياضة وبالتنويع بالأكل ولكن بكميات صغيرة. هلا هو الـ كل القصة أنه أنا أوصل للمعادلة اللي بقدر أكل فيها كمية طعام كافية من دون ما يرجع يزيد وزني، لأن أنت وقتها تضعف يمكن تقلل كتير كمية الأكل عم تاكلها. فوقتها تثبت الوزن يعني معروف بدك تزيد كمية الأكل شوي، إنما هالزيادة ما لازم تأثر وتخليك ترجع تزيد وزنك. سهام آخر اتصال معنا كارلا. سهام صباح الخير. ألو بونجور. يا هلا، كيفك؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. نفس السهام منور على طول. الله يخليكي وانت اللي منور. وتعطينا طاقة إيجابية. الله يخليكي إن شاء الله دايما يا رب. حبيبي بدي أسأل، أنا باخذ دواء الغدة على الريق يعني قولش الساعة 5 الصبح عندي غدة، برجع باخذ حماية معدة بعد منها بنص ساعة، برجع باخذ خميرة البيرة شي 3 حبات حتى هولي بيمنعوا من النصاحة، وفي حبه البروبيوتيك باخذها قبل الخميره ولا بعد الخميره لانه بيقولوا لازم على الريق كمان. اوكي. البروبيوتيك. ايه هلا هلا بيجاوبك. البروبيوتيك بدك تاخذيها بعد وجبه الطعام افضل. وهلا يعني. اصلا دكتور الفريد معنا على الهواء بيساعدك بهالموضوع، بس اجمالا يفضل انه ناخذ البروبيوتيك بعد الخميره. وبس معلومه صغيره انه الخميره ما بتساعد انه الواحد يخسر من وزنه، هيدي معلومة ما بعرف من وين جاي. بتنظف هي الخميرة غنية بمجموعة الفيتامين بي. نعم. فما بعرف ممكن تاخديها بتساعد عامة للنشاط وإلى آخره، بس المعلومة أنه أنا باخد الخميرة لحتى أخسر من وزني هيدي مش صحيحة، بس هيدي لن بس توضيح. كثير كيف عم تعملي تقسيمه المزبوط، لازم تاخدي حبة الغدة قبل ما تاخدي طبعا الغلاف للمعدة لأنه حتى يقدر يمتص الجسم. بس إذا بدك تسمع معلومات أكثر عن البرايوتيك بعد شوي فيكي كمان. هلا صار موجود بس لأن كثير مهم، هيدا سؤال مهضوم رح نقطع. المي المسقعة بتنصح؟ لا بالعكس. المي المسقعة ما بتنصح، بالعكس هلا عم نقول للناس شربوا مي مسقعة لأن ليمتص الجسم بسخنها شوي معنا الحديث، فبالتالي بيحرق الواحد شوية طاقة زيادة. هو عم بيمتص المي المسقعة. أصلا إذا كان عندنا مشكلة تجفيف أصلا أحسن
لجسمنا نشرب تكون مي شوية مسقعة بس بدل انه هلأ انتبهوا من الطقس يعني يكون سقعة ومي مسقعة تقوم تسخنوا لا, لا 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 جوزيف هدول الأفكار قديمة لا 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 فيها ناكل بوزة يعني فيها ناكل بوزة اكيد هيدا زمان كانوا اهلنا يقولونا ما تاكلوا بوزة لا انت اليوم مش ضبطة معك انا وياك لا ما هيك طيب. معلش بتمنى تيجي بكره بخير موت منعوض عليك بكره ثانك يو كارلا بنشوفك الله راد بكره بموضوع جديد لكل المشاهدين برايوتيك بلس و25 مليار بكتيريا جيده صارت موجوده داخل هالحبه اللي ممكن تغير حياتكم